ينطرب شعري أنا في كل كايد شروى أبو أحمد عسى سنينه طويلة ليه جوس يطرب حروف القصايد ونمدح يمدح من أفعاله ثقيلة ونمدح يمدح من أفعاله ثقيلة ليه جوس يطرب حروف القصايد ونمدح يمدح من أفعاله ثقيلة ينطرب شعري أنا في كل كايد شروى أبو أحمد عسى سنينه طويلة والنصا وليد في وقت الشدايد يبشر برجال يكفي عن قبيلة ولد اللي من شهر بين البداية أحمد اللي بالكرم خلاص صهيلة أحمد اللي بالكرم خلاص صهيلة سبعيا يقدم بروس العمايد نوم عيني لا وقف يدنا خليلة من قديم الوقت في وقت الطرايد كم قوم من فعايلهم هبيلة مقدم الشجعان متعب كل قايد عزوته وقت الجهل دايم صميلة الزوابع باللقى نار الوقايد من يحارب ومانا يا عزتيلة من يحارب ومانا يا عزتيلة شمر الوقفات لا جات النكايد لازم انهم ضايق يشفي غليلة تنطنخ بفعالهم كل الفرايد ما يلام الشعر لا صرت سليلة وانا لي عزوة على روس الروايد انشد التاريخ علم المخيلة والختام اقولها والشك بايد الطنايا فعلهم ما فيه حيلة الطنايا فعلهم ما فيه حيلة ليه جوس يضرب حروف القصايد ومدح يمدح من افعالة ثقيلة ينطرب شعري انا في كل كايد شروى ابو احمد عسى سنينه طويلة والنصا وليد في وقت الشدايد يبشر برجال يكفي عن قبيلة ولد اللي من شهر بين البداية احمد اللي بالكرم خلاص صهيلة احمد اللي بالكرم خلاص صهيلة سبعيا يقدم بروس العمايد نوم عيني لا وقف يدنا خليلة من قديم الوقت في وقت الطرايد كم قوم من فعايلهم هبيلة مقدم الشجعان متعب كل قايد عزوته وقت الجهل دايم صميلة الزوابع باللقى نار الوقايد من يحارب ومانا يا عزتيلة من يحارب